السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة lovecooking.com. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نتعلموا مع بعض كيفية تحضير موس بالليمون سهلة بأبسط المقادير بدون بيض ولا أي شيء. دونك هنا بديت درت في المول تاع الغبو ولا أي إناء يكون عندكم، درت فيه 300 غرام من الكريمة السائلة تكون كاملة الدسم تكون باردة، وزدت 300 غرام من الحليب المركز المحلى، ونجي نديره يدور تحت الخلاط الغبو ونطلع السرعة تدريجيا حتى نوصل للسرعة 4 حتى تطلع كما راكم تشوفوا راه مستعي. نزيد لها عصير 2 حبات ليمون. دونك هنا استعملت ليمون اخضر، تنجموا تستعملوا ليمون اصفر ما كاش مشكل، انما الاخضر فيه يعني بنة قوية على الاصفر. ومن بعد زدت له بشور زعت 2 حبات ليمون، دونك انا حبات ليمون صغار زدت لها 2 بشور، وخليت شويه لا ديكوراسيون بعد التزيين نتاع الكؤوس تاعي. من بعد نجي نعمرهم في الكؤوس بيان سور تنجموا تستعملوا اي نوع من الكؤوس يكون عندكم، من كؤوس زجاجيه ولا كيما تحبوا. دونك عمرت لي فيرين نتاعي، غادي نجي نزينهم ببشور الليمون الاخضر. بون بيان سور نجي نضربهم هكا على الارض باش على الارض على لو بلا اللي راه تحت باش يخرج منهم فقاعات الهواء لي بولدير، ونجي نزينهم بالبشور نتاع الليمون الاخضر. ومن بعد تبقى لمسه نهائيه زدت لهم دي فوي دو مونت، اوراق نعناع صغيره تلقوها في فوق في الغصون نتاع النعناع، يقولوا غصون ما قلتش في الاوراق نتاع النعناع، تلقوها جاية على الفوق تجي صغيره تعطيها كلمسه غاسترونوميك اون فادير سوفيستيكي، يعني لمسه رائعه على ليفيرين تاعنا انيقه. دونك نديروهم ونخلوهم في الثلاجه يبردوا مده 4 ساعات، ما كانش عندكم الوقت ديروهم في الكونجيلاتور في المجمد مده ساعه كافيه باش لاموس تشد روحها وتجي لذيذه، تجي شابه 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 وبنينه كما راكم تشوفوا سهله. فريمون بابسط المقادير نقدروا نصنعوا موس جديره بالمطاعم. دونك هذه هي، نخلوها 4 ساعات في الثلاجه ما يبقى لكم غير تذوقوها شابه شابه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعليقات. دونك هذه هي يا اصدقاء وصفة اليوم، ما تنساوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو ايضا مع الاصدقاء والاهل. نقول لكم تهلاو في رواحكم والى الفيديو القادم ان شاء الله مع lovecooking.com. تهلاو في رواحكم، اي صحة فطوركم، سلامة.